بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الحب والود والخير والنفع، نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج بينات من الهدى، هذا البرنامج الإفتائي المباشر الذي يأتيكم عبر شاشة قناة سامراء الفضائية. اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بكبير علماء المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء، فضلت الشيخ الدكتور أحمد حسن الطاها. حياكم الله شيخنا الكريم. حياكم الله شيخنا. نلفت عنايتكم مشاهدينا إلى أننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية على هاتف البرنامج الذي يظهر تباعا أسفل الشاشة. فضيلة الشيخ الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى عن شهر رمضان أياما معدودات، وهذه الأيام بدأنا اليوم نحسب ونعد الأيام، واليوم هو اليوم 19 من هذا الشهر الكريم، ونحن مقبلون بإذن الله عز وجل على 10 مباركات، ألا وهي 10 الأواخر من رمضان. نريد من فضيلتكم شيخنا الكريم أن تعطينا إضاءة وتوجيه حول هذه الأيام وفضيلتها، وما الأعمال التي يفعلها المسلم في هذه الأيام، وأهمية اغتنام مثل هذه الأيام المباركة. السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام والمستمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، وبعد، فإن العاقل يغتنم الفرصة، لأن الفرصة إذا أتيحت فهي نعمة من الله تعالى للإنسان على الإنسان، وربما إذا لم يغتنمها تفوت فيبقى يعني فقط يجذب حسرات وفاته خير كثير. ومن جملة الفرص بشكل عام ما يمتع الله به الإنسان من العمر هي فرصة، فليحذر أن يضيع هذا الوقت فيما لا يعود عليه بالنفع، وإذا فعل هذا معناها ولا يحسن التصرف وأضاع الفرصة ومصيره إلى الندم. ومن جملة العمر هناك أيام معينات تكون فيها أبواب الله جل وعلا يعني مرشحة لمزيد من الفضل، أبواب الله مفتوحة ويده مبسوطة لمن يتوب ولمن يعمل صالح ولا كفران لسعيه، ولكن في أيام معينة يزيد فضل الله على العباد ويضاعف الله جل وعلا لهم الأجور. فهناك يعني أيام مفضلة في أيام السنة، وفضلها على بقية الأيام يوحي بأنه ينبغي أن نري الله تعالى فيها ما يحب من فعل الخير، وفعل الخير كما سبق أن ذكرنا هو درجات. أولى أبواب الخير هو أداء ما الفرض، أداء ما فرض الله تعالى فهو أحب إلى الله وأولى من كل شيء. وإذا انتهت الفرائض يأتي على درجات الأولى حسب الأولويات، ومن حيث الأولويات ما كان خيره متجاوزا الشخص فهو أفضل مما لو يعمل العمل مقصورا نفعه عليه فقط. ومن هذا المنطلق يعني يمكن أن يكون الإنسان في هذا الشهر الكريم أنه يجد ويجتهد في فعل الخير أكثر من غيره، وهذا لا يقال له أنه عدم استقامة، لا بالعكس، هذه الفرص تمنح شيء من الخصوصية. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة المثلى لنا، والله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو كان يجتهد في رمضان أكثر مما يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر أكثر مما يجتهد في بقية الشهر من رمضان. ونحن الآن على أبواب العشر الأواخر من رمضان، نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا لفعل الخير، وأن يدلنا على ما هو أعظم أجرا،
وأن نتحاشى الشر والسوء، لأنه كما أن الله يضاعف الأجر لمن يفعل الخير، نعوذ بالله الشؤم والويل لمن يتحرى هذه الأيام بمعصية الله. ولذلك يعني ضرب من القسوة والخذلان أن الإنسان في هذا الشهر الذي يتنافس فيه المتنافسون بفعل الخير، هناك ناس تهيئ وتعد العدة لإلهاء الناس عن ذكر الله وإشغالهم بالترهات وإشغالهم بالمحرمات أحياناً. فلذلك من اهتدى فليشكر الله، ومن ضل نسأل الله له الهداية، ولكنه خسارته فادحة. هذه الأيام الكريمة كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليلة وجد وأيقظ أهله وشد المئزر. وهذه الكلمات تعني شيء خاص من الاهتمام، يعني أحيا ليلة، إذن هو إذا كان ينام في كثير من الأيام ففي هذه العشر ما كان ينام، يأخذ الحيطة في النهار أو في القيلولة ثم يتهيأ لهذه الليالي الكريمة التي تنزل فيها الملائكة والروح بأمر الله جل وعلا بكل خير وبكل رحمة وبكل سكينة، وأبواب الجنة مفتحة وأبواب النيران مغلقة والشياطين مصفدة والعباد متجهون شوقا إلى الله تعالى بأداء ما يحب والتحاشي عما يكره. نعم. فإذا إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليلة، والإحياء معناها لا ينام، إذن معنى النوم هو موت. إذن من يقضي وقته في النوم لولا أن يكون النوم آلية وطاقة حتى يقوم بالواجبات، ولا هو النوم خسارة وضياع، ولكن ينبغي أن ينام بقدر ما يسعف بدنه. فإذا قست الإنسان نائم ويقظان قل نائم ميت، واليقظان الحي. فإذا لما يكون حي ويعقل فإذا لا يفوت الأنفاس ضائعة. ونقول الأنفاس يعني حتى بالثواني، يعني أنا بالثانية أستطيع أن أقول سبحان الله، وهذه تعدل تملأ ما بين السماء والأرض. أستطيع أن أقول الحمد لله، وربنا جل وعلا يباهي بي الملك عبدني حمدني ربي عبدي. فلذلك الإنسان لا يضيع هذا الوقت بدون عمل مرضي. نعم، أحسن الله لكم شيخنا الكريم. معي اتصال من الأخ مصطفى من الرمادي. السلام عليكم. أم مصطفى السلام. عفوا من الرمادي، تفضلي أختي مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلا زحمة أريد أسأل الشيخ على فترة رجل كبير بالعمر، بحيث يعني ما يضرب بصبحة من ليلة، وعمره 90 سنة، عليه فترة يوم بيوم بس فترة رمضان. تسمعين الإجابة أختي الكريمة. وبلا زحمة يعني عندي إذا حقت له الفترة، يعني عندي ابن أخوي إذا سوي عملية يعني بعد العيد، وحالتهم مو هالقد، يعني يصير أنا منهم الفترة مال العائلة كلها وأحولهم إياه فلوس، ومن ضمنهم مال الوالد يعني بصير مال الجدة. يعني من ضمنها إذا فترة الوالد أو فترة العائلة، يعني كل يعني يحق من حولهم الفلوس وما دي يسوي عملية بعد العيد. تمام. تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا. يا أهلا وسهلا شيخنا الكريم. أم مصطفى من الرمادي تسأل عن فطرة رجل كبير في السن، تسأل عن والده عمره 90 سنة لا يدري لا يعلم الليل من النهار، يعني ربما عنده مرض الزهايمر أو غيره أو الخرف. تقول فكيف يعني هل أدفع فقط فطرة رمضان، يعني فقط فترة الصائم، أم عن كل يوم من أيام شهر رمضان الفدية؟ هناك الفطرة وهناك فدية ما يستطيع أن يصوم. فطرة وفدية. الفدية والفطرة، فإذا كان مستطيعا عند مالية فيجب أن يدفع عنه الفطرة مرة واحدة، وقلنا بما يناسب
حالة كيلوين ونص من غالب ما يأكل الناس أو قيمة ذلك. وأما الفدية فهي شيء آخر عن كل يوم، وقلنا ينبغي أن يدفعها بعدما يثبت في ذمته، يعني يمضي 10 أيام ويدفع مع العشرة، نعم 20 يوم يدفع 10 ثانية، يريد يخليها قبل العيد بيوم أو يومين يدفعها. فهكذا يدفعها عن كل يوم أيضا، يعني ممكن يدفع عن كل يوم مسكين. يدفع عن كل يومين، بس ينبغي أن تثبت في الذمة ومضى النهار وما طاق الصيام هذا يدفع، مو يدفعها كلها مقدما. نعم. بخلاف الفطرة، الفطرة يصير يدفعها أول يوم ثاني يوم 10 يوم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. تسأل تقول هل يمكن أن يعني عندها ابن أخوها سوي عملية بعد العيد، يقول هل من الممكن أن أجمع الفطرة مال عائلتنا وضمنهم الوالد وكذا أنه يطوه إياه؟ إذا كان محتاجا لا مانع أن تعطى فطرة العائلة. نعم لا مانع. مع اتصال عفوا الأخ المخرج. ألو. ألو نعم تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخنا؟ مرحبا أهلا شيخاني. من أربيل اسمي محمد، إذا مو زحمة بس إذا حكيت كلام ممكن يعني، وعندي سؤال تجاوبني يعني أنت تجاوبني بعد ما عندي من سؤالي. تفضل. دكتور أنا طالب جامعي. الحمد لله أنا اشتركت من أربيل للموصل جامعة الموصل. اللي عندنا الطلاب الزملاء الوياي اللي بالقسم والوياي طالبات يزيديات ومسيحيات ومسلمات، يعني تعرف انت شفور، فنحن على نية الصيام تمام صائمين. نعم. فاشتراك الخط اللي احنا وياه من اربيل للموصل هم معانا احنا وليد وبنات يعني مختلط. نعم. واحنا على نية، نعم على نية الصيام ذاهبون وراجعون على نية السفر، وبعض تحدث كلام بعض النوبات تحدث يعني شيء فجأة امامك، فاحنا نحكف النظر. نعم مطبقين هاي السنة منحكف النظر، لكن بغض النظر يعني لما انت تمشي بجامعة او تعرف انت حال الطلاب يعني بالجامعة. نعم تمام. فانا يعني دائما شفور دائما، فبعض الشباب يقولوا والله يابا انت يعني لو ما اصوم او مثلا صيام الفتد، فانا احتار مثلا انا الحمد لله والشكر لا يوم فطرت ويوميا رايح جاي للموصل خط اشتراك، يعني من اربيل للموصل اكثر من 95 كيلو رايح جاي وهاي الحر والحمد لله والشكر وان شاء الله. نعم. فاضح. اي فالمساله مالك يعني بس الاختلاط الوياه ويا البنات، وما انا الحمد لله كمان يعني محتكف منهم لا كلام لا شيء يخدم بياناتنا، لكن فقط اللي نظره اللي تصير في الخطفه او النظره اللي شيء يصير. نعم نعم نعم. طيب وفد عندي تعليق فد بسيط يعني على هذا كلامي، احنا يعني نطلب من اللي له اقسام اللي نطلب اللي الدوله هم يعني كذلك، او مثل نطلب من خواتنا اللي داوما يعني يا والله احنا في شهر فضيل يعني كانما ما دخلنا في شهر فضيل كانما يعني اعذروني يعني بهذه بس والله من حقي كانما ما زلزل الشياطين كانما هم اللي يعاونوهم يعني اقل شيء تقل التحشر صح لو شيخ شيخ؟ نعم اقول اقل شيء تحشم اختشام يعني في شهر فضيل كانما زاد يعني في شهر الفضيل. نعم نعم تسمع تسمع اخي توجيه الشيخ بارك الله فيك اخي. شيخنا الكريم الأخ محمد يبث هموم بالنسبة له، يقول أنه هو طالب جامعي يذهب من أربيل إلى الموصل على خط يعني يومي دام في جامعة الموصل، ويقول معنا في الخط نساء أحيانا بهم مسلمات بهم يزيديات بهم يعني زعيات، يقول فأحيانا يكون إحنا نغض البصر لكن أحيانا مصير الكلام أو ما إلى ذلك، فيطلب من جنابك هناك من يقول له انت علش صايم، او يقول حتى اذا في الكليه عندما اذهب الى الكليه واكو هناك بعض يعني لبس غير محتشم، اقول هل فعلا انه هذا الصيام مو صحيح صيامنا، واحنا نغض البصر ونتقي الله ما استطعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا التفكير مال هذول الجماعه تفكير غلط خاطئ وسلبي. نعم. الانسان حينما يصوم وأدي فريضة الله سبحانه وتعالى، والصوم فريضة على المطيق ومأذون للمسافر إذا كان السفر مسافة، هذا مسافة قليلة مال 60 65
يعني الأحوط أن يصوم. لا شيخ، بين أربيل الموصل تقريبا حوالي أكثر من 80 كيلو، إذا 80 وفوق من حقه أن يفطر. هذا ناحية. الأمر الثاني، إذا أفطر وهو رمضان يعني فلا ينبغي أن يتجاهر بالإفطار بالسيارة وأمام الناس، لأنه التجاهر أو المجاهرة بالإفطار يعني بشيء من الوقاحة وبشيء من التضاد مع الله جل وعلا، وبنفس الوقت به يجرأ الفاسدين وضعاف الإيمان أنه يقول لك كلها مفاطير وكذا، فيعني يتلطف بالتي هي أحسن. نعم. ولا سيما لما يكون هناك ناس غير مسلمين، لما يجد هذا المسلم ينتهك حرمة دينه في حين هو هذا غير المسلم في الغالب يحترم رمضان، هو ما يؤمن به لكن يحترم احتراما لمشاعر المسلمين، ويعتبر أن المجاهرة منا تفسر بأسوأ أنواع التفاسير، فهو يحترم، فلماذا أنت ما تحترم دينك أمامه؟ فهذا يعني ينبغي أن يكون الإنسان واعي في هذا. الأمر الآخر، الدين والمعاملة هي في المخالطة، أما اللي يعتزل ويقعد بالدير أو بالاعتكاف وبالخلوة هذا غصبا عنه يصير خوش آدمي بعيد عن الفتن، لكن الرجل والإنسان المستقيم والمسلم اللي الله يحبه هو الذي يخالط الناس ولا يثلم دينه، يخالط الناس ولا يغفل عن الله. الإنسان يداوم بالدوائر، وقد يكون طالب، وقد تكون الجامعة مختلطة، وقد تكون بعض البنات لباسها ما مقبول، وقد تكون أمامه، وقد تكون بجنبه، فمثل هذا يترك الدراسة؟ نقول حماقة. هاي الدراسة وطلب العلم واجب، والعلم سلاح، ووجود هذه المنغصات أو رؤية هذه المشاهد أو كذا هذا لا يعني أن نترك، ينبغي أن نصر على العمل والحضور والدوام، وهذه لا يعتبرها، أفرض أنها غير محجبة لا يعتبرها أنها مجرمة، لا يعتبرها أنها هي يعني ملحدة، قد تكون أدين منا لكن ظرف معين مثلا، وقد تكون تجهل كثير من مآلات هذه الأشياء، فاللي علينا إحنا أن نعيش مع الناس، وإذا أتيحت الفرصة بهمسة رقيقة وكلام وتوجيه خفيف لا يبخل الإنسان أن يقول كلمة الحق أو كلمة التوجيه الخير، وقد يجد استجابة من هذه أو من غيرها. فهذا الكلام يعني ما صحيح، يعني كثير من الذين يرون هذا الرأي معنى ذلك أنت احجبوا ولدكم بعد ما يدرسون جامعة، احجب بناتكم بعد ما تدرس، ليش؟ كون بنت وعندها درجات عالية من مانع أني تصير طبيبة؟ ما مانع. قال مو مختلط. قال وإذا مختلط هي ما نايمة في سرير واحد مع رجل، هي جالسة في كرسي مستقل عن كرسي غيرها، فهي تحجب نفسها وتغض بصرها، وهو المسلم الآخر أيضا يجب أن يغض النظر وأن يعتقد أن الله رقيب عليه. أما إفساد الصيام لا يفسد الصيام، الصيام لا يفسد. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. معي اتصال نور من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم. على الجميع يا رب، حياك الله. بس ممكن أحكي لي شيخ؟ تفضلي اسمعي. شلونك يا أخي؟ أهلا ومرحبا. السؤال عن الأرملة، يعني إذا هي حالتها زينة يعني عادي ممكن تدفع فطرة؟ يعني بالمادة حالتها زينة يعني ممكن عليها فطرة لو ما عليها؟ طيب طيب، سؤال ثاني؟ أي بس هاي ما عندي. تمام. شيخنا الكريم، الأخت نور من بغداد تسأل عن الأرملة، إذا كانت حالتها زينة يعني هل يجب عليها أن تدفع فطرة؟ إذا كان عندهم أموال ومتمكنين يجب، إيش ما يجب؟ وإذا كان أملاكهم أو أموالهم يلا صد رمق لا يجب عليهم شيء، خصوصا على رأي أبي حنيفة رحمه الله الذي يقول بأن من ملك نصاب الزكاة وجب أن يدفع الفطرة، ومن لم يملك فلا تجب عليه لأنها زكاة. غيرهم من الفقهاء قالوا هي مواساة، فريضة فرضها الله تعالى
لا يشترط فيها النصاب ولا يشترط فيها الغنى، وإنما يدفع مما فضل عن قوت يومه يوم العيد. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. استأذنك بأخذ اتصال الأخ قيس من ديالة. تفضل أخ قيس. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. تفضل. أنا أسمع الشيخ. تفضل يسمعك شيخ، تفضل. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقول بلى زحمة الختمة، ختمة القرآن في رمضان. أي نعم. نهديها شخص عندنا ميت أو حي نهديها إلى، هل يجوز له أن أثناء كم الختمة نقول هذه أجر إلى؟ نعم. عندي سؤال ثاني بلا زحمة. أخو سعدنا منان يحرمون فترة الصوم إذا نمطي فلوس يقولون إلا مواد غذائية، هاي هل صحيح أم لا؟ تمام تمام أخي الكريم، تسمع الإجابة إن شاء الله. شيخنا الكريم الأخ قيس يسأل عن الختمة في رمضان، هل يمكن أن يهديها لحي أو ميت؟ ويقول أم يعني ممكن أن بعد ما نقرأ نقول اللهم اجعل ثواب ما قرأنا لفلان. الذي عليه جمهور العلماء أن للإنسان أن يهب ثواب عمله، يقول اجعل اللهم ثواب هذا لفلان أو لفلان من صدقة أو قراءة. وإذا كان هناك آراء أخرى فإحنا في الحقيقة نميل إلى هذا لأن خيره متعدي وكثير. ولو أن إنسان قرأ القرآن وقال إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وجميع آله وصحابته وإلى والدي ومن أحسن إلي، الله جل وعلا فضله واسع ولا تفنى خزائنه. يعني العلماء يقولون له مثل أجر كل واحد من هؤلاء. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسأل كل واحد مسألته وأعطى مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهذا يعني اندفاع للخير ونية الخير. أما ضرر ما في ضرر، يعني في ناس يضيع الوقت في هذا. قال هو لو قرأ وهداها، واحد يقول لا يصل، أنت تقول لا يصل، لكن الله أكرم منك وجمهور من العلماء يقولون يصل. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. الأخ محمد من أربيل، تفضل أخي محمد. أي نعم، تفضل أخي. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل تفضل تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أخي اطرح سؤالك. التائب من أكل المال العام يوم اللحمة. تكلم. عفوا. التائب من أكل المال العام. نعم. أي نعم. سمعتني أستاذي؟ سمعتك. التائب من أكل المال العام يعني. نعم نعم. أي. التائب من أكل المال العام. أي شنو السؤال؟ أي نعم يعني التائب شنو شنو المبالغ اللي عنده اللي يعني تقبل توبته ما تقبل. عفوا عفوا أخي شنو سؤالك؟ يعني التائب من أكل المال العام. واضح هذا بس المبلغ اللي عنده شنو؟ المبلغ اللي عنده وما كله من اكل المال العام. اي المبلغ شو يسوي به يعني؟ الى حق يحتفظ به غير شيء اخر. اي نعم اي نعم نعم. طيب طيب اخي جزاك الله خير. واضح. يعني اتمنى يكون طرح السؤال مثل ما ذكر الشيخ قبل ايام انه يكون واضح ويعني مفصل حتى تكون الاجابه واضحه ايضا. شيخنا الكريم باختصار لو سمحتم، لان هاي مساله حضرتك تكلمت فيها موضوع يعني الاختلافات، وانا اجد حضرتك عندما تتكلم في بعض المسائل اللي خلافيه والتي فيها سعه وهناك البعض من يشدد بها حضرتك تنزعج كثيرا. وفعلا هذا حقيقه موضوع انه من يشدد على الناس ويعني يحاول ان يقيد الشريعه بما يرى هذا مشكله. هو يذكر انه بعض الائمه يقولون لا يجوز ان تعطون فطره الصائم، لا يجوز ان تعطوها بالقيمه، يقول هناك من يحرم هذا.
على كل حال يعني أمور الشرع المبنية على الاجتهادات، العلماء متفقون على أن المجتهد لا يعيب على مجتهد آخر، طالما اختلف اثنين من المجتهدين أو ثلاثة أو أربعة، مرات كل واحد له وجهة نظر، اختلافهم هذا لو كان هناك أصل يرجع إليه ولا يجوز المحيد عنه نقول هم ده يتلاعبون بالدين، لكنه هناك مجال لوجهات النظر، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر وخبره صادق بأنه إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وإذا اجتهد ولم ينكشف له خطأه فهو مأجور قطعا عند الله، حتى لو كان مخطئ عند الله مأجور. نعم. ثم لما تتعدد وجهات النظر الذي يعيب على الثاني في مسألة اجتهادية، هذا ليس له علم وليس من أهل الفقه وليس من حقه أن يتطاول على الآخرين، لأن هذا فتح باب مفسدة لا تسد. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن أصحابه أحيانا يجتهدون في المسألة الواحدة، فهذا يأخذ هذا الرأي وذاك يأخذ هذا الرأي، ولم يعب على هذا أو هذا. فالآن الذي يعيب إنما يقتحم ويتخطى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وريد يفسد في الناس. يعني الله جل وعلا حينما جعل بعض النصوص فيها من المرونة ما يمكن أن تفسر هكذا أو هكذا، الله ليس نسيا، الله جل وعلا له حكمة أراد أن يكون هذا النص مجال فيه أن يفسر برأيين، إذن الله جل وعلا أراد التوسعة على العباد. نعم. ولذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر في بداية كتاب المغني اللي يعد حقيقة من الموسوعات الشائعة في العالم الإسلامي والمفيدة جدا، وهو من النوعية النادرة، ففي أول الكتاب ذكر أن الله أوحى هذه الشريعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وساس الناس حسب ما أراه الله، ثم بعد ذلك جاء أصحابه وجاءت أمته، فما كان فيه مجال، لا مجال للرأي والاجتهاد، واتفقوا عليه، قال فإجماعهم حجة قاطعة. نعم. وما اختلفوا فيه لا يمكن أن يختلفون في نص ويقتحمون النص ويجتهدون، لا اجتهاد في مورد النص، إذن لا يوجد نص اختلفوا، قال فاختلافهم رحمة واسعة. ليش رحمة واسعة؟ لأنه هذا النظر إلى مذاق رأى بهالشكل، ذاك نظر بهذا الشكل، ويشبههم الإمام صاحب البرهان في علوم القرآن، يشبه يقول هذه كمثل، ولله المثل الأعلى، مثل جماعة في مكان يريد ينفضون، واجتماع كبير جدا، فجماعة سربوا إلى هذا الباب، جماعة سربوا إلى هذا الباب، جماعة أبواب مختلفة متعددة، قال كل يذهب إلى حيث يرى المصلحة، هذا لكون أقرب، ذاك لكون ما بيزدحام، هذا لكون كذا، فإذا كل واحد له وجهة نظر، فهذه تعدد الأبواب من وجوه سعة رحمة الله على العباد. فلذلك يجي إنسان أحمق أو جاهل فيخطئ أحد هذه الوجهات النظر اللي هو مأذون بالاجتهاد، أنت ما من حقك تخطئ أحد، ولا يجوز شرعا أن ينكر على من خالفه في الاجتهاد، لأن المنكر لا يجوز إنكاره إلا إذا كان منكر مجمعا على حرمته، أما إذا ما منكر بالإجماع وإنما بعض الناس يرى حلال بعض الناس يرى حرام، هذا لا يقال منكر ولا يجوز الإنكار. لا. أحسن الله. لكن إذا كان المقابل جاهل ويدعي العلم هي الكارثة هنا. هنا الكارثة. صدقتم شيخنا الكريم. نأخذ الأخ عمر بغداد، آسفين تأخرنا عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم. آمين على الجميع، حياك الله. بس أنا عندي سؤال. تفضل. شيخ أنا طلعت من أهلي بسبب أخوي وأخذت مال بالقوة، كانوا أبوي وأمي عايشين ويانا بالبيت مجموعين وأخوة عندي، بس من طلعت من البيت ما راضين علي أبوي وأمي ولا أخوي، وقلبوا علي غضب شديد، والسبب أخوي يهدر بالمال يعني بدون فهم،
كل ما اشتغل كل ما افلح يعني ارجع للوراء، الله ما يوفقني جاي، واحس ربه ما راب علي وغاضب علي. فصار 10 سنوات هذا الشيء، فشو راح اسوي؟ طيب ارجع لابوي يقول انا بحالك امهاتك بحالي ما هو بالخديتهن، يعني فهو غضب علي ما اعرف انا شو اسوي. طيب انت ما حاولت تعالج المشكله في البدايه بالجلوس مع ابيك؟ عالجتهن في اول العمر مسلمه بيد اخوي، واخوي يعني ما يمشي بالطريق الصحيح. شنو كان يعني مثلا ما يعطيك شيء؟ ما شنو السبب؟ نعم نعم اي نعم نعم. طيب تسمع توجيه الشيخ؟ يعني تصريح من الشيخ يعني توضح بهاي المساله. تمام ان شاء الله تسمع اخي الكريم. شيخنا الكريم، قبل هذا كان الاخ محمد من اربيل يسال عن التائب من اكل المال العام. نعم. ماذا يفعل بهذا؟ هل يجب عليه ان يعيد هذا المال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من اختلس من المال العام شيئا ثم ذكر الله وتاب إلى الله، فالذي ينجيه ليس فقط أن يتوب باللفظ، وإنما ينظر هل بالإمكان إعادة المال إلى مكانه سالما. إذا كان هذا بالإمكان يرجع المال العام إلى مكانه ويوصي بحفظه ويحفظه، وإذا كان لا يمكن، إذا كان هذا لا يمكن بيش كأنه ينفتح عليه باب ويطلع مجرم ويلبسون براسه أموال أضعاف مضاعفة مثلا، إذا في مثل هذه الحالة يحاول أن يسد بهذا المال مصلحة ما كان عامة. يجب على بيت المال أو السلطة أو المالية أن تسده. فإذا الجهات التي قصرت فيها الدولة ماليا ولم تفعلها هو يروح يفعلها، ظاهر الأمر كأنه متبرع، هو بينه وبين الله يقول يا ربي أنت تعلم هذا مو مالي، هذا مال بيت المال، فأنا أسد هذا لأنه إعادة صعبة. نعم أحسن الله عليكم شيخنا، ولا تكفي التوبة بينه وبين نفسه، التوبة بالألفاظ ما تغير حال، لابد أن يعيد المال. طيب شيخنا تساعدنك وأخذ اتصال الأخ أبو علي من الموصل. ألو. تفضل أخي أبو علي. ألو. نسمعك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ريت أسمع، بس عندي سؤال ليش الشيخ. تفضل تفضل. أستاذ شيخنا عندي سؤال بلا زحمة. يدحكي. تفضل. عندي سرعة مثلا أتأجرها، عندي قناة غاز، عندي قناة غاز أتأجرها، لو فرضنا على 100 قنينة، عندي قناة غاز 100 قنينة أتأجرها وبشهر مثلا 100,000 بالشهر، عشان الشخص اللي يعني بيحن يتصرف بفلوسه ويعطيني يعطيني ايجار مال بالشهر، جن هذا حلال حرام؟ طيب هو ايش قد يعطيك يعني بالشهر؟ 100,000 بالشهر. 100,000 بالشهر ياخذ منك مثلا 100 قنينه. طيب تسمع توجيه الشيخ. بالضبط. حياك الله. شيخنا الفاضل الاخ عمر من بغداد يسأل، يقول خرجت من أهلي أنا بسبب خلاف معي ومع بيني وبين أخي عفوا، يقول لأنه لا يهدر المال ولا يعطيني المال، يهدر المال ولا يعطي المال أخوه. نعم، والأب يعني مسلم الأمر بيد الأخ. يقول فاختلفت وأنا طلعت وأخذت مال بالقوة، أخذته المال وخرجت، فعندما خرج 10 سنوات الآن بينه وبين خروجه، يقول أبي وأمي غير راضين علي، يقول احس انا ما متوفق بسبب يعني عندما اعمل بالفلاحه والزراعه وكذا، وصار 10 سنوات، والده قال انت محلل موهوب يعني المال اللي اخذته، لكن يريده ان يعود. يعني اقول ما توجيه الشيخ في مثل هذا؟ يعني هو يرى انه اذا يرجع الى والده وباستمرار يسلم، ويسلم ايضا على اخيه ولا يقاطع، ثم يطرح الامر باسلوب رقيق ويبين لهم أن الآجال بيد الله، وأنا أخشى أن يعني ألقى الله وأنتم ما راضين، فجاي للإصلاح، والمطلوب مني إن كان مستطاع ينفذه، وإذا ما مستطاع وهو حق يكتبه يتعهد به مثلا،
فإذا لانت عريكته معهم إن شاء الله يستجيبون له. وبقدر ما يبذل من الجهد والرفق والدعاء لوالديه وحتى لأخيه، الله سبحانه وتعالى يذلل أيضا النفوس ويجعل إن شاء الله طبائعهم قريبة منهم. وموضوع أخيه، الأخ ومهما يكون هو أخوه، إحنا ما نريد نوصي به أكثر، بس الله وصى، والله أوصى بصلة، هو قال يتعدى في المال أو يأخذ بصلة الرحم، هو يتصور أنه يتعدى، لكن نحن يمكن لو نسمع من أخيه بعيدا عنه نسمع أنه هو المتعدي، لأن ما حد يقول أنا أتعدى إلا ما ندر. لكن على العموم اللي يريد رضا الله يتنازل ويروح لأخيه، إن كان أكبر منا يقول له أنا غلطان، ممكن يعني تصحيح، يعني يسترضي الأطراف حتى لو كان يعني جلس في مكان آخر ليس في مكان يعني عاد للبيت. هو قد يكون الخروج من الدار والسكن بعيد عنهم قد يكون أحد أسباب الخير أو الإصلاح. يعني أحيانا الاحتكاك القريب والثرثرة يعني ما يبقى صفاء، لكنه خلي يفهم الأب شريد والأب عاجز لكنه عاقل، فالإلاحظة يقول له يا أبويا أنه أنا انسحبت لأنه القيل والقال، أنت ما تسمعه بس أنا أسمعه، أنا رضاك ضماني ونجاحي عند الله، وانزعاجك أنا شقي، لكنه زوجتي تظلم أحيانا إذا ما أنطيها حقها، وبالبيت ما أقدر أحملها.